نظمت صباح اليوم جمعية أبناء توماي من أجل تنمية شات والعمل من أجل التضامن ودعم الطبقات الضعيفة مؤتمرا صحفيا بمركز المونا الثقافي حول تأثيرات السلبية على الأطفال. أرجون أحمد والتفاصيل. الأطفال هم جيل الغد وكنوز المستقبل، وأن الاهتمام بهم ورعايتهم يؤدي أمرا ضروريا، لذا عقد هذا المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية أبناء توماي من أجل تنمية تشاد، وذلك حول تأثير التلفزيون للأطفال، حيث أنه يسبب عدة أضرار، البعض منها إيجابية والأخرى سلبية. وبما أن التلفزيون أصبح وسيلة من وسائل الاتصال التي نمارسها بشكل روتيني، فالغالبية العظمى من البشر لا يمكنهم الاستغناء عن كونه مصدر للفائدة والتسلية والترقية والاستماع والمشاهدة، وخصوصا عند الأطفال، وأن الأطفال هم أكثر انجذابا للتلفزيون. لكن هناك آثار سلبية تتولد لدى الأطفال من خلال مشاهدتهم للتلفاز والمكوث أمامه طويلا، مما يعكس سلبا كعدم التركيز على التعلم لفترة طويلة، وخاصة عندما يصبح استخدام التلفزيون بشكل سيء بمشاهدة الأفلام المخلة للأخلاق. خليه أي ما دي ماله أبهات ده، خليه فخر ده بحاجة ده أبهات ده، خليه ورؤيات ده، فكروا لهم للتربية هنا لقرايتهم، مين يشوفوا تيلي يعني زي أفلام ولا ما أسمي يعني كل ما يجي زي أفلام ده عند فيني واي نادو فامبير ولا شنو بون شبا بيه تلاسي يا رب ده بشوفوا ده بكان واي ده قد بنخره وقايجي قد بقوله ده القاي يكون كله القاي يشوفوا ده قاي يكون ما متأكد، لكن خليه يوصله يا رب ده خليه يهم في قرايتهم مين لا يهم في شغل آخر. لذا يجب على أولياء الأمور أخذ الحيطة والحذر. نهاية النشرة الرئيسية لهذا المساء، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق غرفة الأخبار، في أمان الله.